أرينا اف ام على 94. FIFA World Cup. Oh, هذه الفيفا. Ladies and gentlemen, will be organized in Russia. إلى نهاية كأس العالم القادمة في العاصمة الروسية موسكو. World Cup 2018, here we come. على بعد أكثر من 5490 كيلومتر. دولة بحجم كوكب بلوتو. شعب هو التاسع بعدد السكان. لغة تتكلمها 38 دولة حول العالم. وعلى أرضها حدث واحد يجمع العالم كله. روسيا. يوري غاغارين. وثلاثين منتخب هم الأفضل بالعالم. هنا مارينا اف ام، هنا الإذاعة تتنفس الرياضة، هنا كأس العالم. Ladies and gentlemen. بلنتي مع مايك مبلتع. How do you feel right now? مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في برنامج بلنتي وتغطيتنا المونديالية. يوميا راح نكون معاكم خلال هذا الشهر والقادم من الأيام لتغطية الحدث الكبير، البطولة المنتظرة، كأس العالم، واللي انطلق في عام 1930 وتوجد فيه الأوروغواي بمواجهة المنتخب الأرجنتيني. يومها كانت البطولة يشارك فيها 13 فريق، والآن وصلت عدد طبعا الفرق المشاركة إلى 32 فريق في أعتى البطولات العالمية. هذا الحدث اللي يتكرر كل 4 سنوات راح نغطيه معاكم يوميا في برنامج بلنتي مع طبعا الزملاء الموجودين، لاعب المنتخب الوطني فهد الأنصاري، وأيضا اللاعب حمد العنزي، وأيضا المحلل علي العليوة. خلال طبعا 32 يوم ابتداء من اليوم و 48 ساعة قبل بداية البطولة راح نتكلم عن طبعا استعدادات الفرق، واليوم راح نتكلم عن طبعا يعني محور يهم الفرق والمنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة. بداية أرحب بالزملاء المتواجدين معي في الاستوديو والضيوف الدائمين. فهد الأنصاري، مساك الله بالخير وحياك الله في بلنتي. حبيبي أبو يوسف، مساك الله بالنور وتقبل طاعتكم جميعا أخوان المشاهدين والمستمعين. مذاكر، حاضر. مشاهدين على مارينا تي في ومستمعين على مارينا بتردد 94. علي العليوة، مساء الخير. مساء الخير أبو يوسف، حيك وحي الكباتن الكبار حمد وفهد. حمد العنزي، أهلا وسهلا، ملك الانضباط. حبيبي، مساء الخير. مساء النور يا أبو يوسف. اللاعب الوحيد اللي يدخل من غير تسخين. الله يسلمك. مسي على الأخوان الموجودين، مسي على المستمعين، ونقول لهم تقبل طاعتكم وإن شاء الله يكون برنامج خفيف لطيف جميل عليكم. معاك خفيف لطيف. الله يسلمك. اليوم يعني طبعا بعد 48 ساعة وانطلاق البطولة والافتتاح بين المنتخب الروسي المستضيف والمنتخب السعودي، تبحر منتخبات السعودية ومصر وتونس والمغرب في مياه المونديال الروسي مدفوعة برياح الأمل بمشاركة تاريخية تتجاوز الدور الثاني. ولكن المهمة لن تكون سهلة في ظل وقوع هذه المنتخبات في مجموعات نارية تعقد الطموح. طموح العرب في هذا المونديال يصطدم بحقائق وثوابت فنية وتاريخية، فالمصري آماله معلقة بالفرعون الصغير محمد صلاح للأخذ بيده للدور الثاني وكسر عقدة بلنتي مجدي عبد الغني اللي كان حينسينا كأس العالم. اليوم إن شاء الله يعني طموح المنتخب المصري كبير،
في اجتياز هذا الموضوع. وأيضا المنتخب الأخضر السعودي يأمل بتكرار إنجاز 94 والوصول إلى الدور الثاني ومحو خيبات ثمانية ألمانيا والمغرب. أيضا المنتخب المغربي يحتاج لاستحضار روح التيمومي وخيري لتجاوز مجموعة الرعب، فيما التونسي يبحث عن كتابة تاريخه الخاص. فمن سينجح باللحاق بطموحاته ومن سيترك روسيا يعني في روسيا أثرا يخبر أو يخبر عن مشاركة تاريخية تخلد في الذاكرة عنوانها أمجاد يا عرب أمجاد. مع مايك بلتع، علي العليوة، فهد الأنصاري وحمد العنزي. لم تحظى كرة القدم العربية بالعديد من المشاركات الكبيرة في بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، لكنها ستكون حاضرة بقوة في مونديال روسيا بأربع منتخبات، وهو الرقم الأعلى في التاريخ العربي المونديالي. وعلى الرغم من أن المشاركة العربية في المونديال بدأت عام 1934، إلا أنها لم تستطع أن تتجاوز الدور الثاني الذي دشنه المغرب في المكسيك عام 86، ثم السعودية عام 94، ثم الجزائر سنة 2014 بالبرازيل. فيفا وورلد كاب 2018. ميسي والله ميسي. ميسي ها؟ والله حتى احنا ميسي. زين، نتكلم بداية عن المنتخب السعودي، وهذا المنتخب السعودي اللي وقع بمجموعة ولا تدرون؟ نروح حق فلاش المنتخب السعودي ونشوف وقع في أي مجموعة. من سوء حظ الجماهير العربية أن القرعة أوقعت منتخبي السعودية ومصر في مجموعة واحدة، إلى جانب منتخبي روسيا المستضيف والأوروغواي، ما يعني أن مواجهة ربما تكون مصيرية ستجمعهما في نهاية الدور الأول. وإن شاء الله تيجي جوان في كأس العالم عشان يبقى فلان جاب جون بعد مجد عبد الغني. الأسطورة بتاعتي لسه ما انتهتش، أنا الوحيد اللي جاب جون في كأس العالم. مجد عبد الغني اللي زللنا بكأس العالم. أعمل إيه؟ هاتوا غيره، هاتوا غيره. وأنا اوعى برنامج بلانتي ينسيك الجون بتاعي مجد عبد الغني. والله ما نفتك مني حتى هني. زين، هذه خامس مشاركة للمنتخب السعودي وعودة بعد غياب طويل غير معتاد لأبناء المملكة. بصراحة فهد، كونك أنت لعبت ولاعب في الدوري السعودي، وين تصنف هالجيل مقارنة بالأجيال السابقة؟ أبو يوسف، ما أقدر طبعا أصنف المنتخب السعودي الحين يعني، لأن ما انتهى الجيل هذا بدأت، لكن كبداية أنا أتوقع أن تأهل كأس العالم هو الأهم، يمكن أهم من أي بطولة ثانية، فأتوقع هذا يعتبر إنجاز لهم أول، وأتمنى لهم كل توفيق طبعا في القادم. نعم حمد، يعني وين تشوف الأخضر في وقوعه بهذه المجموعة اللي تضم الأوروغواي وروسيا والمنتخب المصري؟ أول بداية خلاف، أنا أختلف مع أخوي فهد الأنصاري بخصوص تأهل المنتخب السعودي، ما يعتبر إنجاز لأنه تأهل أكثر من مرة، وصل دور 16 زين، فتأهل ما يعتبر إنجاز بالنسبة لهم. عطفا على المباراة السابقة، مباراة المنتخب الألماني والمنتخب السعودي، أتوقع المنتخب السعودي راح يقدم شيء جميل يعني. والله انت الجميل، الله يسلمك، واحنا المتوقعين منك شيء جميل، الله يسلمك. وبدا راح اطامر انا بس راح اتكلم، مش متوقع مني راح اتكلم. زين علي، هل استفاد المنتخب السعودي او لاعبي الاخضر السعودي من تجربه الاحتراف الاسبانيه لعدد من اللاعبين بعد قيام يعني المسؤولين في الرياضه بارسالهم الى بعض الانديه في الدوريات الاوروبيه المختلفه؟ مهند، لما نتكلم عن الفروقات الأهم يعني بين الكرة اللاتينية والكرة الأوروبية، القرارات الإدارية المدروسة اليوم لما نرجع على يعني العرب والمنهجية والفكر اللي يتعاملون فيه على القرارات الإدارية، نلقى السعودية يعني والمسؤولين السعوديين اختموا التأليف. مهند، أصعب شيء تفكر فيه أنك أنت تودي اللاعبين قبل بطولة قريبة كأس العالم نهاية الموسم وأنت ما حسبت حساب جزئيتين، والجزئية الأولى الدقائق اللي راح يلعبونها اللاعبين بالدوريات، نفترض الدوري الأسباني. الجزئية الثانية مهند، أنت تتكلم على يعني لاعبين راحوا بسبب علاقة مسؤولين بإدارات الأندية،
واساسا التجربه فيها ريسك عالي قبل البطوله بتلعبها بعد 3 اشهر. في فرق كبير بين لياقه مباراه ولياقه تمرين. يعني انت تفضل لاعب يلعب مع مجموعه اقل يعني مستواها الفني من انه يحتك ويتمرن فقط مع لاعبين بتصنيف اعلى وبجوده افضل. اكيد حمد انت عارف لاعب يمتلك لياقه مباراه او مباراتين تعوض اكثر من 3-4 حصص تمرين. يعني اتفق معك بكل ما قلت اخوي علي. والله العظيم تتكلم مهند. المباريات تفرق عن يعني الاحتكاك والاحتكاك المباريات يفرق عن التمرين. مع احترامي حق الأندية هذه يعني ونعم فيهم أندية كبيرة أندية لها اسمها بالمجال الرياضي العالمي يعني، ولكن احتكاك المباريات نفس المباريات راح يختلف. شنو شعور اللاعب اللي يتمرن وما يلعب؟ والله مو يعني شعور أكيد شعور مو زين يعني، لكن تبقى يعني هي بالنهاية وجهات نظر يعني. فأنت كلاعب لازم شد حيلك تثبت حق الأهم حمد تتكلم على راحوا حق أندية باختيار يعني المسؤولين في السعودية مو اختيار مدربين. يعني أنا كمدرب في الدوري الأسباني شنو المسؤولية اللي تحملها عشان ألعب هذا اللاعب؟ صح مع أن اللاعبين كانوا مستوى يعني وايد فارقين كانوا يعني. فهد مولد كان ما شاء الله عليه بالفورمة دوسيري كان بالفورمة يعني هذين لهم كملين بدوريهم أشوف إنه أفضل من إذن استمرارية اللاعب أفضل من بقائه وإن كان يتدرب مع مجموعة أفضل. يوسف أنا بالنسبة لي أول شيء الخطوة جريئة صراحة. صحيح إن ما لعبوهم لكن كانوا يلعبون في مباريات في دوري مثل ما يقولون دوري بي يعني دوري الرديف كان يلعبون مباراة. لكن أتحدى أنا أي شخص كان عنده شك 1% أو يعني كان على يقين أنهم ما راح يلعبون. ما حد كان راح يدري أنهم ما راح يلعبون أو راح يصير فيهم اللي صار. لكن الخطوة تحسب لهم أنها خطوة إيجابية وخطوة جريئة من المسؤولين. أسوأ شيء فهد تدري شنو؟ أسوأ شيء أن أنت تنفرض على مدرب. أنك أنت بدون اختيار مدرب شون بلعب. أنت مسؤول. أنت ما اخترتني يا مدرب شون أكيد ما راح ألعب. أنا ما أتوقع أنه بدون اتفاق الجهاز الفني لكل نادي راح للاعب. ما أتوقع في جهاز فني يرضى أنه يعني يأخذ لاعب بدون موافقة. لا قدم خصوصاً لهم عروض. حتى لو قدم لهم عروض صعب. شو رأيك بس فنياً؟ شو رأيك في اللاعب فهد المولد؟ فنياً لاعب ممتاز ويخدم مجموعة أولاً ولاعب عنده إمكانيات ممتازة. فهد ياكلك جماهير الكويت ومستمعي برنامج بلنتي في إذاعة مارينا اف ام دعم منتخبنا في كأس العالم في روسيا اللاعب فواز القرني. أنا من جماهير الكويت ومستمعي برنامج بلنتي دعم منتخبنا في كأس العالم في روسيا اللاعب سلمان الفرج.
السعودية. يشارك الأخضر السعودي في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه كأكبر رقم قياسي عربي آسيوي مونديالي. ولعل الذكرى العالقة عن الأخضر هي وصوله لدور 16 في مونديال 94 والهدف التاريخي لسعيد العويران على بلجيكا. فهل ينجح جيل السهلاوي والمولد والجاسم بإعادة كتابة التاريخ للأخضر؟ أتمنى من جماهير الكويت ومستمعي برنامج بلنتي مارينا FM دعم منتخبنا في كأس العالم. أسامة وساوي. زين اخوان انطونيو فيزي مدرب المنتخب السعودي جاء في وقت متاخر فهد، وكان فان مارفيك هو اللي اهل المنتخب السعودي للمونديال وهو صاحب الفضل في التاهل. ايش رايك في هذا التغيير؟ يعني هذا المدرب يوصلك تشيله وتعين مدربين، يعني مدرب اخر قبله وبعدين ياك. بالنسبه لي انا هذا القرار الغريب شوي اللي صار، ان مدرب كان مارفك ماشي ويعني ادى اداء طيب في التصفيات واهل منتخب كاس العالم، يمكن من الظلم انك تشيله، لكن يبقى القرار الاول والاخير للمسؤوليه، يمكن لهم نظره ثانيه. تسمح لي المنشط تفضل على الخفيف. تفضل. انت يعني قريب من بعض اللاعبين السعوديين، شنو اصداء القرار عليهم؟ مدرب وصلهم كانوا شلون؟ شوف اللاعبين كانوا صراحه كلهم مستغربين من القرار هذا، وكانوا يمكن يعني كانوا حابين طريقه لعب المدرب مارفيك وطريقه ايضا طريقته برا الملعب، فيمكن القرار كان مفاجئ لهم. نعم علي، الاسلوب اللي لعب فيه المنتخب الاخضر السعودي ودياته تحديدا المباراه الاخيره امام المنتخب الالماني، هل هو اسلوب مناسب انه يلعب فيه المدرب بيتزي في المونديال وامام فرق بجودات عاليه؟ اشك انا نتكلم عن الاسلوب اللي يلعب فيه بيتزي مع المنتخب السعودي، اسلوب مفضل. انا افضل هذه الكره انك انت تسير المباراه مثل ما تبي، انك انت تضغط فوق، لكن تتكلم على يعني العامل الاهم في تطبيق هذا الاسلوب انك انت متفوق بالادوات على المستوى الفني والمستوى البدني. لا يمكن انك انت تلعب يعني باسلوب تحاول تفرض افكارك او الاسلوب اللي انت تبي تلعب على المنتخبات تتفوق عليك بدنيا وفنيا. نعم زين، يعني شنو الاسلوب اللي تفضل يلعب فيه المنتخب السعودي تحديدا عندنا مباراه الافتتاح؟ بالضبط. بالنسبه لي يعني لو ترجع للتصفيات وتشوف الفكر اللي كان يلعب فيه مارفيك، اسلوب نوعا ما واقعي. انا ما افضله شخصيا ولا اي حد من الجمهور فهد يفضل انك انت تلعب وتنتظر المناطق الخلفيه وتلعب على الارتداد، لكن احيانا اذا كنت انت الفريق الاضعف اكيد تفكر انك انت شلون تستغل الفرق على نقاط ضعف، وما تقدر تفرض اسلوبك خصوصا اذا انت كنت لا بدنيا ولا فنيا افضل من اللي بتلعب وياه. منو اللاعب اللي توقع انه يعني يعول عليه في المونديال بالمنتخب السعودي؟ صعب التعول على لاعب واحد بالذات في هذه المجموعة، أتوقع أنها مجموعة السعودية مجموعة قوية، فصعب منتخب مثل السعودية يعول على لاعب واحد، لازم يكون في عمل جماعي، وإن شاء الله أن يفوقون في هذا العمل الجماعي. بالمنتخبات بهالمجموعة من تمنى يتأهل بواقعية؟ لا تقول لي السعودية ومصر. أنت قلت لي أتمنى طبعا السعودية ومصر، لكن أتوقع واحد من السعودية ومصر مع الأورغواي. حمد اتفق مع اول مره اتفق مع فهد. زين دام اتفقت ناخذ مرك ان شاء الله. بلنتي كاس العالم. بلنتي كاس العالم. ستاديون لوجنيكي، ملعب لوجنكي أو المروج الخضراء، الملعب الرئيسي في العاصمة موسكو، ويستضيف المباراتين الافتتاحيتين والنهائية إضافة لخمس مباريات أخرى بالبطولة، وتبلغ سعة 80,000 مقعد. وعلى مدار 6 عقود كان ملعب لوجنكي هو الملعب الأكثر شهرة بروسيا، وأيضا كان الملعب الرئيسي لما استضافت موسكو دورة الألعاب الأولمبية عام 1980، وهو يعتبر الملعب الرسمي اللي يخوض فيه نادي سبارتاك موسكو مبارياته. تم افتتاحه في 31 يوليو 1956، وتم اختياره لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008. كرة أمامية، محمد نور على طرف منطقة الجزاء، محاولة عرضية، ياسر في الدقيقة 12 يحرز هدف التعادل للمنتخب السعودي.
عزيزي القناص أحد أهم أسماء كرة القدم السعودية وقليل الظهور الإعلامي، ولربما يكون هذا الظهور الأول لك في إعلام الكويت. اليوم راح نتعرف عليك بشكل بعيد عن الملاعب، تشجيع الجمهور، الدوري أو كأس العالم. اليوم بنتعرف عليك أنت لنفسك، مثل كل يوم ونفس الجملة المعهودة اللي أقولها كل ليلة الساعة 11 على مارينا فم 94. ياسر القحطاني، ممكن نتعرف؟ تشكيلة H&M الحصرية متوفرة الآن. تسوقي من تشكيلة قطع أنيقة وأزياء عصرية للنساء والبنات لشهر رمضان المبارك. لا تفوتي فرصة التسوق فقط لدى H&M. بلنتي 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 مع مايك علي فهد وحمد. مصر مصر بعد 27 عام يعود الفراعنة إلى المونديال بقيادة النجم محمد صلاح بسقف مرتفع من الأمال بتحقيق إنجاز العبور للدور الثاني. فمن يصنع التاريخ لأرض الكنانة من أرض الأباطرة؟ بلنتي. أعمل خيمة وجيبوا له شيشة وجيبوا له قهوة. عودة لكم لاستكمال حديثنا في برنامج بلنتي، وتحياتنا لكل المتابعين المنضمين عبر مارينا تي في في التلفزيون وعلى تردد 94 في الإذاعة وعبر الأبليكيشن الخاص بمارينا اف ام. لكم تحية شباب من المعلق أحمد الطيب، سلم عليكم جميعا، وأيضا أبو فيصل المعلق علي سعيد الكعبي يبعث لكم التحايا. حلوة التحايا متحفظها قبل البرنامج. المنتخب المصري جيل نجوم قادوه كبار مثل محمد بوتريكا، زيدان، حازم، ميدو، يعني كان فاز بثلاث بطولات أفريقية لكن ما وصل للمونديال. مصر تعود إلى المونديال بعد 28 عام، بعد من عام 90 اليوم يعود المنتخب المصري وبجيل شاب وبطموح. الكابتن محمد صلاح يقود هذا التأهل، جيل يتحدى مجدي عبد الغني صاحب البلنتي الوحيد في مونديال 90. شلون صلاح حقق ما عجز عنه جيل متميز علي مثل بوتريكا والآخرين وحازم بهذه البساطة، ولا كانت المشكلة في من يقود المنتخب المصري في فترات سابقة مثل كابتن المعلم حسن شحاتة؟ مهند، أحيانا كرة القدم تصير ظالمة. أنت لما تتكلم على منتخب، أنا بالنسبة لي منتخب بوتريكا والمجموعة اللي ذكرتها، المجموعة كانت الأفضل بالنسبة لي، لكن مباراة بلاي أوف مع الجزائر أنت أوف برا المجموعة. بالمقابل لما تتكلم عن الجيل الحالي، جيل يلعب لأجل فرد والفرد يلعب لأجل مجموعة، تتكلم على محمد صلاح مجموعة منتخب المصري الحالي. دائما مهند ما تقدر أنت تقول هالفريق أفضل من هالفريق لأن تأهل، دائما التأهل يبقى على جزئيات صغيرة. حمد، لما نشوف المنتخب المصري في الجيل السابق جيل بوتريكا، الكل يجزم ان المجموعه كلها لعبت افضل كره مرت على المنتخب المصري، لكن لعبه مع الجزائر طلعتهم اوت يعني من كاس العالم. اليوم المنتخب المصري تاهل وفرصه اكيد كبيره، خصوصا لما تتكلم على مجموعه فيها منتخب عربي ممكن انت تاخذ منها على الاقل ثلاث نقاط لان تقدر تجاري في المستوى. بالضبط، اتفق معك بخصوص كلامك عن الجيل اللي كان يقوده محمد بوتريكا واحمد حسن واللاعبين الممتازين وائل جمعه والجيل هذا، يعني هذا جيل الأمانة ما أعتقد إن فشل بالتأهل بكأس العالم كثر ما هو انظلم يمكن أو ما حالف الحظ. الأمانة قدم كرة جميلة مثل ما قال أخوي علي. الجيل اللي موجود الحين حاليا يختلف كثيرا عن الجيل السابق. زين، انا بسالك بس سؤال الحين، هاله كبيره على محمد صلاح قبل المونديال، ويعني الكل يتكلم عن الفروقات اللي ممكن يصنعها محمد صلاح مع المجموعه، شلون تشوف هذه الهاله؟ هل ممكن يقدم المنتخب المصري مع محمد صلاح مباريات جدا عاديه ويغيب صلاح تماما، ولا محمد صلاح متعود انه يكون تحت هذه الضغوطات يعطي افضل ما عنده؟ والله ابو يوسف، شوف هو شيء طبيعي ان انا مثل ما تقول اللاعب الاول او نجم الفريق توب بالفريق، اكيد راح تكون علي ضغوط، مطالب اني اظهر بشكل مغاير، خصوصا بطوله مثل كاس العالم، محك كبير، محك رئيسي، محك يتمناه كل لاعب نجم امثال محمد صلاح. اتوقع انه راح يبرز اكثر واكثر مع البطوله هذه. فهد الانصاري، محمود كهربا زميلك بفريق الاتحاد، اساسي ولا احتياط راح يكون؟ اتوقع راح يكون احتياط حسب المعطيات اللي صارت في المباراة الودية، ولاعب بديل. شنو تتوقع بالمونديال مع هذه المجموعة الموجودة؟ اول شيء شوف
انت اذا تبي تقارن جيلين صعبه. الجيل اللي طاف الجيل هذا سوى كل شيء في كره القدم صراحه، لكن ما حلف الحظ في التاهل لكاس العالم، لكن مو معناته ان نظلمهم اذا ما تاهلوا كاس العالم. يعني نقول ان جيل ما سوى شيء او يعني ما حقق اي انجاز لمصر، بالعكس سوى كل شيء الا التاهل لكاس العالم. الجيل هذا الى الان ما حقق ولا شيء، يمكن خذ ثانيه افريقيا، لكن حقق الاهم اللي هو التاهل لكاس العالم، ولكن ممكن بعد تاهل كاس العالم ممكن ما يحقق شيء، فما تقدر تستعجل. ارجع الى كهربا، متى اخر مره كلمته؟ كهربا كلمته اليوم النهارده. شو اللحظه؟ قال لي ايه نهايه المكالمه من النهار نهايه المكالمه قال لي لا لا الله، قلت له محمد رسول الله. زين علي، شنو الفوارق بين صلاح مصر وصلاح ليفربول؟ نتمنى الصلاح للجميع ان شاء الله. كبيره مهند، كبيره. تتكلم على فريق، يعني تتكلم على ليفربول، البلوك عالي ودائما صلاح يكون قريب من مرمى الفريق المنافس، ودائما هذه الوضعيات الافضل محمد صلاح. مع قله الاستحواذ المنتخب المصري مقارنه بليفربول شلون راح يؤدي؟ بالضبط. لكن تتكلم على المنتخب المصري، انت دائما راح تلعب بالواقعيه اللي يفضلها كوبر، دائما ينطر المناطق الخلفيه ويحاول يتحول لمسافات كبيره، واكيد هذه راح تعقد على صلاح. الأهم أنك أنت تطيح بوضعيات واحد ضد واحد مع الظهير مثلا، يعني على سبيل المثال. لكن نتكلم مهند على الأسلوب اللي يأخذ كوبر في المنتخب. في نسختين مهند، في نسخة للمنتخب المصري، للمنتخب المصري في نسخة مع محمد صلاح، في نسخة بدون محمد صلاح. مع محمد صلاح ممكن يروح بعيد، كون بلس. بالضبط، منتخب مصر بلس. بالضبط. لكن بدون محمد صلاح منتخب عادي، أغل من عادي. بصلاح لما الخبر بتكلم عن محمد صلاح، محمد هايل ومحمد بيكسب الفريق، بتتكلم عني بقالك شهرين، لكن انا مبسوط، لكن انا مبسوط. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاح، محمد صلاح أتمنى من جماهير الكويت ومستمعي برنامج بلانتي في إذاعة مارينا اف ام دعم منتخبنا في كأس العالم في روسيا. معاكم محمود كهربا، شجعوا منتخب مصر. بقول لكم ايه، عايزين مننا ايه؟ عايز اسمع هستيريا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يبدا العرس الفرعوني المصري هنا في ثوب عربي. صعدنا كأس العالم، صعدنا كأس العالم، صعدنا كأس العالم. الفرار المصري يطير بأحلام البطلين. بص شوف صلاح بيعمل ايه. الله 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 يا بلدنا، الله. لا الصوت يعلو فوق صوت الفراعنة. الله عليك يا مصر يا أم الدنيا، يا مصر يا أم الدنيا. قولوا كلكم معايا، هقول واحد اتنين ثلاثة يا رب تقولوا ورايا. يا رب صعدنا كأس العالم. ربنا عايز مصر تنبسط، ربنا عايز مصر ايه؟ بلانتي مع مايك مبلتع، علي العليوة، فهد الأنصاري، وحمد العنزي. رجعنا معاكم في برنامج بلانتي، تحياتنا للجميع. خلال البريك كابتن فهد الأنصاري كلم محمود كهربا. سلم عليكم، وسألته طبعا عن إمكانية المشاركة في كأس العالم، وقلت له شنو ظروفك وشنو مع المدرب، شو الوضع؟ قال لي حكون كمبارس إن شاء الله. لا لا طبعا صدقني راح يكون بديل، واتمنى لك. صدقني إن شاء الله راح يسجل. لا لا صدقني راح يكون بديل. قال لي حسجل يا فهد. زين اليوم علي، يعني كوبر ملك على قولتهم الدفاع، يعني واللعب باسلوب الارتداد،
وبنى كل شغله على هذا الموضوع مع المنتخب المصري. هل هذا الأسلوب يعني يناسب مصر وكأس العالم؟ مهند خاصة في المجموعة الحين في البداية تتكلم عن الأسلوب الأكثر واقعية قدام أي فريق يفوقك على المستوى البدني والفني. أكيد بالنسبة لي مصر هذا الأسلوب الأكثر واقعية، لكن أرد وأقول لك دائما هالأسلوب أنت راح يعني بنهاية المباراة راح تشوف نفسك واصل مرمى الفريق المنافس مرتين ثلاث مرات، إيش كثر أنت راح تكون حاسم بدون محمد صلاح؟ صعبة تكون حاسم مانو. حمد خلينا نتكلم عن يعني المباريات اللي فضلها يعني المنتخب المصري اليوم. تكلم وهو وقع في مجموعة مع أوروغواي وروسيا والسعودية، شو المباريات اللي ممكن يحسمها المنتخب المصري؟ والله كلنا عارفين يعني طبعا هي بالمقام الأول لعبة المنتخب السعودي، كونه منتخب عربي كونه منتخب قريب من 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 الفكر يعني راح ان المنتخب المصري راح يشوف ان هذه المباراة يقدر ياخذ ثلاث نقاط فيها، يقدر يقدم مباراة فيها. ايضا اللي بعدها طبعا المنتخب الروسي، بالمقام الثالث والاخير اللي هو المنتخب الاوروغواي، المنتخب قوي، منتخب اعتقد لو مصر طلع بالتعادل هذا بالنسبه له مكسب يعني. علي في هذه المجموعه شنو تتوقع للمنتخب المصري؟ مهند الترتيب مناسب للمنتخبات العربية، تتكلم عن المباراة الأولى المنتخب المصري ياخذ فيها أو المنتخب السعودي عفوا ياخذ فيها النقاط، يعني أي نتيجة إيجابية تتكلم على نقطة واحدة في المباراة، راح يروح المباراة الأخيرة مع المنتخب الأضعف بالمجموعة. بالنسبة لي المنتخب السعودي ممكن يكون كافي أنك تأخذ نقاط وتتأهل، دائما المباريات الأولى تعمل الفارق لهم بالمجموعة. فهد المنتخب المصري والمجموعة الثلاث منتخبات اللي معاه، بالنسبة لي أنا أهم مباراة المباراة الأولى كان يعني مع الأوروغواي، مع الأوروغواي شكل الفريق يمكن راح يبين في المباراة الأولى، ولأن صعبة راح تكون مو بس على المنتخب المصري أيضا صعبة على المنتخب الأوروغواي كون هالمباراة يعني الافتتاحية للفريقين. إذا المنتخب المصري أخذ نتيجة إيجابية في هذه المباراة أتوقع راح تسهل عليه باقي المباراتين. المنتخب المصري في مجموعة تضم الأوروغواي وروسيا والمنتخب السعودي راح يلعبون على استاد، خلينا نعرف شنو هذا الاستاد. بلنتي يا سلام يكاترينبورغسكاي أرينا. ملعب سنترال يكاترينبورغسك، يقع هذا الملعب في مدينة يكاترينبورغسك وسط روسيا، وشيد في الخمسينات من القرن الماضي وجرى تحديثه من أجل المونديال، وتضمنت عملية التحديث زيادة سعته إلى 35,000 مقعد. وهذا الملعب هو معقل فريق أورال يكاترينبورغسك وراح يستضيف أربع مباريات في دور المجموعات. حاليا فريق العمل يجهزون اتصالاتكم في بلنتي، اتصل فينا على 22-20-90-4 وخذ دورك وعطنا وجهة نظرك الفنية في مباراة فريقك. بلنتي كأس العالم. كأس العالم. الله الله على النصور، الله عدنا من بعيد. المونديال المونديال يناديكم، يشد على يديكم، لا صوت يعلو فوق صوت النصور. كرة تونس الجميلة، أشهر ليلة يا نصور. الليلة مشاهدين الكرام منتخب كوموندوس بقيادة تامر معلول لترفرف الراية التونسية كاشف ما يكون. الخضرة في روسيا، الخضرة في روسيا، كم أنت كبير يا ابن الخضرة. نعم ديما وين ما تروح الخضرة برجالها. يا سلام، برافو 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 تونس. موسكو يتوزع، تستنى فيكم المونديال بين أيديكم. اللي لعيدكم اللي لعيدكم، تعظيم سلام لمنتخب رائع، منتخب عجيب ورهيب. يا سلام على تونس، يا سلام. سيخوض منتخب تونس مواجهات صعبة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، إنجلترا وبنما الغامضة. حاليا فريق العمل يجهزون اتصالاتكم في بلنتي، اتصل فينا على 22-20-90-4 وخذ دورك وعطنا وجهة نظرك الفنية في مباراة فريقك. نسور قرطاج المنتخب التونسي، وطبعا عيون الكويتيين على تونس
لعيون الكابتن نبيل معلول مدرب المنتخب السابق. بس مشكلة كابتن نبيل معلول أنه عنده مباريات صعبة مع منتخبات ذات يعني جودة عالية، بلجيكا وإنجلترا، وبنما هو الأضعف في المجموعة. وين تشوف نبيل معلول كابتن فهد رايح مع المنتخب التونسي ونصور قرطاج؟ مجموعته صعبة صراحة وقوية، لكن راح يتأهل المجموعة. راح يتأهل؟ اي نعم. على حساب؟ انا اتوقع. اي على حساب. لا تخزني حمد. هي بي منتخب الانجليزي اتوقع اوت. ما شاء الله. يتأهل بلجيكا وتونس. بلجيكا وتونس الثاني. لحظة، ما شاء الله يقول. ابو عواش. لا شوف ما المايك فهد شلون يعني وخر عن الواقعية. راع ان المباراتين الاولى مع الاقوى فريقين. اي قاعد اقول لك يعني وخر عن الواقع. احنا خلينا نتكلم بواقعيه. لا لا خلينا نتكلم بواقعيه ونحط النقط على الحروف. حلو. يعني. ايه شنو الواقعيه؟ نحط النقط على الحروف. يقول لك شنو الواقعيه؟ انا اتكلم. تفضل. مقارنه بالمنتخبات اللي راح يلعب معاها المنتخب التونسي، منتخب انجلترا منتخب قوي، منتخب يملك عناصر رهيبه، عناصر جباره، منتخب بلجيكا ايضا ابرز لاعبينه في الفرق التوب فايف بالفرق العالميه يعني. فاحنا لو نقارن بلاعبين منتخب تونس صعبه يعني، صعبه ان المنتخب التونسي يتاهل او اذا حصل ثلاث نقاط من هالمجموعه. كره القدم علمتنا انه مو دائما الافضل يفوز. بالضبط. اذا المجال مفتوح لكن للجميع. في شيء اسمه واقع وفي شيء اسمه منطق. صح مهم. في شيء اسمه واقع وفي شيء اسمه منطق. عرف لي المنطق. هو المنطق. راجل كويس. انا بعرف انه راجل كويس. مهند حمد يتكلم عن نقطه جدا مهمه، يتكلم على ترتيب المباريات يفرق بالمجموعه. لما تلعب مع اول فريقين اقوى فريقين يعني احتماليتك انك انت تجي اللعبه الاخيره انت اوت، فهذا اسوء سيناريو ممكن تطيح فيه كمنتخب. قول حق فهد عطني اربع لاعبين منتخب التونسي. قول انت عطني اربع لاعبين منتخب التونسي. ما اعرف شلون حكمت انت. شلون حكمت انا؟ لا والله انت الحين قلت لي على المنطق صح. اي ايوه وسويت لي فيها تفضل. يعني تفضلك شفتم تونس انت بالتصفيات؟ شفتم الوديات؟ والله شفتهم. شنو ليش على قلت صراحه الامانه فريق يحتاج وايد وقت. يحتاج حمد يعني. تتكلم على فريق فقد المهاجم الاساسي والمهاجم الاحتياط اهم لاعبين بالفريق. المساكني ايضا غياب. المساكني غياب ايضا. احمد العكايشي يعني هم غياب مؤثر عشان صاحب حمد قاعد يلعبون مباريات والله مباريات يعني احسن من ممتازه افضل من ممتازه. انا شايف المباراه. لا فوق هذا شنو في نقطه ما ادري صايمين بعد. لا صايمين اوكي. فهد لاحظ حمد اي يعني ولا منتخب عربي مايده. كل المنتخبات العربيه انا قلت لك. لا لا انا يا جماعه بس بقول لكم شغله. انا قلت مصر والسعوديه راح يقدمون كره حلوه. هذا محور راح يقدمون كره حلوه. هل احنا الجمهور ملزم بانه يشجع المنتخب العربي ولا الانتماء الرياضي؟ لا قط المايك وامشي مالك في البرنامج وامشي رجعنا. بالعكس عشان ينجم البرنامج. طيب عاد مواقع اخباريه حمد لانزي يرمي مايك مارينا. اي والله زين خلينا ناخذ بدر الشطي. الو بدر. الو مساء الخير. هلا ابو ناصر. شلونكم كيفاكم؟ الله يسلمك. عيدكم مبارك. ساك من عواده. توقعاتي منتخب مصر والسعودي طبعا صاحب مجموعه صعبه ومن الصعب ومن المستحيل يعني ان يصعدون قدام اسبانيا والاردواي او عفوا روسيا والاردواي. حلو هذا اول شيء. وثاني شيء المنتخبات العربيه احس انهم انظلموا في الغرعه يعني كلهم طاحوا ويا بعض. ما توقعت يعني السعوديه ومصر يطيحون مو كلهم بس منتخبين كلهم اربعه. اي او ايران والمغرب يعني. اي خلها احصائيه 50% من المنتخبات العربيه يتواجهون في طاحوا مع المنتخبات القويه ونتمنى التوفيق يعني لهم. حبيبي مشكور مشكور يا بدر عساك على القوة. علي شنو مميزات يعني نبيل معلول مع يعني شنو ممكن يضيف للمنتخب التونسي؟ شوف مهند لما نتكلم عن مميزات نبيل معلول شفناه مع أكثر منتخب يعني أدق حالة شفناها فيها المنتخب الكويتي دائما يفضل يلعب كرة، دائما يفضل إنه الخروج أو البلد أب يكون من الخلف، دائما إنه يفضل يلعب كرة للجماهير وهذا الأهم بالنسبة لي. لكن مهند يعني من سوء حظ نبيل معلول إنه طاح في مجموعة يلعب أول لعبتين الأصعب، ودائما انت لما تلعب اللعبتين الاصعب الفوز يجيب فوز والخساره تجيب خساره. تمام هذا الموضوع. تحت الضغط نبيل معلول انت يعني بعد خماسيه عمان واللويا اللي صار بكاس الخليج كابتن معلول استلم الموضوع وشاركنا في استراليا في كاس اسيا، شلون يتعامل نبيل معلول يعني تحت الضغط؟ شوف يعني شخصيه نبيل معلول صدقني ما يخاف من الضغط.
لأن طول ما هو جدي وانضباطي، طبعا أنا بحياتي ما شفت مدرب انضباطي ولا شفت جدية في التمرين نفس الفترة اللي دربنا فيها نبي معلول، ويمكن ما أتوقع في لاعب يختلف معاي بالكلام في إجماع على هالكلام. فأتوقع بهالنقطتين المهمتين جدا ما أتوقع أنه راح يخاف تحت ضغط. زين العكايشي كلمنا عن يعني غيابه عن المونديال، رأي شخصي استغربت الأمانة أن استبعد العكايشي، يعني من اللاعبين اللي استبعدوا في القائمة الأخيرة، لكن يمكن نبيل معلول كابتن نبيل معلول هو أفضل، لا وجهة نظر أفضل لأنه قريب المنتخب التونسي، لكن كوجهة نظر شخصية أتوقع أن أحمد العكايشي كان لاعب جدا مهم في المنتخب التونسي حتى لو كان بديل. نعم، إذا نحن مستمرين معاكم في برنامج بلنتي، والآن نتكلم عن الملعب اللي راح يلعب فيه المنتخب التونسي ومجموعة المنتخب البلجيكي والإنجليزي والمنتخب شنو نقول عنه؟ البنما الغامض البنمي البنمي استاد فولفوغراد أرينا أعيد بناءه من جديد، وتصل طاقة الاستيعابية إلى 45,000 متفرج، ويقع في مدينة فولفوغراد اللي حدثت فيها معركة ستالينغراد الشهيرة في الحرب العالمية الثانية، وراح يستضيف الملعب 4 مباريات في دور المجموعات بكأس العالم. طلع الوحش اللي بداخلك وشجع منتخبك في كأس العالم في بلنتي. منتخب المغرب جاء في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البرتغال وإسبانيا وإيران الذي يعد الحلقة الأضعف في المجموعة. أسود الأطلس، نعم أسود الأطلس تنادي يا روسيا، تبقى بلاد الأحلام، تبقى أرض النجوم. المنتخب المغربي في المونديال، المنتخب المغربي في المونديال، قولوا يا رب عاد إليكم من جديد. والدعوات نعم هنا من أجل الوصول في نهايات كأس العالم. بلنتي مع مايك علي فهد وحمد. هلا بالعيال مايك وفهد وعلي وحمد. زين مع المنتخب المغربي ولا لا؟ أنا أشجعهم. المغرب حالة من حال المنتخب التونسي يكسر الخاطر، طاح بمجموعة صعبة ما ترحم فيها المنتخب الأسباني المنتخب البرتغالي، يعني مباراتين موت، يعني أكون أو لا أكون للمنتخب المغربي ومعهم المنتخب الإيراني أيضا. شلون تشوف وضع المغاربة في هذه المجموعة اللي راح تساندهم حمد؟ والله شوف راح تساندهم راح تساندهم منتخب عربي مسلم مسلمين، فأتوقع أن يقدم، عطفا عن المباريات الودية والتصفيات، أتوقع أنه راح يقدم كرة جميلة، راح يظهر بمظهر جميل يليق بسمعتهم. فهد وضع المغاربة في المنتخب في اسألني المجموعة. تبي اسألني وانا في وجهي ما يخالف. متأهلين الثاني الله أكبر المغرب منو برا؟ منو برا؟ البرتغال. اتفق هذا كلام كبير قسم الله. نتكلم عن المباراة الأولى، نتكلم عن المباراة الأولى للمغرب مع المنتخب الإيراني، اخذ منها اي نقاط خلاص البرنامج فهد اخذ منها اي نقاط، بعدها روح حق المنتخب البرتغالي تتكلم على سناتر باك من 34 35 36 لاعبين الأضعف بالضبط، ولما تيجي المباراة انك انت لاعب مع المنتخب اللي لعب منتخب اسبانيا ممكن يكون خسران، فانت قطعت نص شوط من المجموعه، اخذ النقاط الاولى من ايران وبعدها اي تعادل او نتيجه ايجابيه مع المنتخب المغربي انت رايح الدور الثاني. انا اتفق معك خلاص خلاص غيرت اوكي. زين ايضا نتكلم عن المنتخب المغربي بعد، يعني صراحه شفنا مبارياتهم الوديه، المباراه الاخيره مع المنتخب الاسباني المنتخب المغربي قدم مباراه كبيره، المنتخب المغربي ضم اسماء على مستوى الدفاع زياشي ها بن عطية اياكس وبن عطية في الدفاع في بن الشغل عند بصوفه يا كان بصوفه خل بصوفه لا في واحد ثاني بن هدله او شيء كذي، هم لاعبين ممتازين صراحه بس اساميهم شوي صعبه تحتاج دراسه في الكوريين اسهل لازم تحفظها. زين ايضا نور الدين المرابط اللي يلعب بليجانيس الاسباني، يعني في اسماء ثقيله لا شك يعني المباراة الودية في شكل فريق في كرة حلوة قاعدة علي
علي وفهد اتفقوا على ان المنتخب المغربي ممكن يرافق المنتخب الاسباني في التأهل. انا برضو بتفق. لا مو برضو انا اتفق والله اتفق عطفا على المباريات. انا عطفا اليوم لاحظوا كل يوم كل مره قاعد هذا جديد بس ايش رايك ذاك اليوم يكتب بالجروب الرواق على مين الرواق قلت لك كنسل بالغينه مو بالقاف. زين علي شو تشوف اسلوب المنتخب المغربي؟ هل يناسب خصوم مثل المنتخب الاسباني والمنتخب البرتغالي؟ شوف مهند تتكلم عن المنتخب الوحيد العربي اللي نوعا ما مع رينار مدرب المنتخب المغربي عنده مبادرة هجومية لكن نوعا ما واقعي أكثر من المنتخب السعودي. المنتخب السعودي شفناه يلعب أعلى دائما يحاول يفرض اسلوبه. المنتخب المغربي متزن اكثر ممكن يتاهل. قاعد اقول لك انا النقطه الاهم انك انت شلون تبدي المباراه الاولى مع المنتخب الايراني ياخذ النقاط الثلاث بعدها تلعب مع المنتخب البرتغالي ممكن يكون جايك من خساره من منتخب اسبانيا. اذا طلعت باي نتيجه ايجابيه انت غالبا راح تكون بالدور الثاني. بالهندا اللي مساء انت تسولف عنه بالهندا اي بل بل بالهندا بالهندا اي بالهندا انت شارك بالهندا والله الحمد لله بالبلاط شلون زين انا بالكوت زين شنو اللعبه اللي تلونها بديوان الوهيبي كوت كوت قدام أيوة. الحين انا وصلت مرحله اني ادرس لا اي والله حياك بس اشوف أيوة. اشوف انت الداعب المستديره أيوة الطاوله بالديوانيه المستديره الزرقاء حمد ديوانيه شاب وين وصلت والله لا خذيت بطوله ذاك اليوم والله خذيت بطوله ذاك اليوم الحمد لله نشكر رب العالمين عندي انجاز بس سؤال ايضا فني يعني من فيكم يعني تابع المنتخب المغربي ومبارياته بالفتره الاخيره؟ بالنسبة لي مهند كانت المتابعة يعني واضحة على أسلوب الفريق اللي يبي يلعب فيه لكن دائما مهند البطولة ممكن تعطيك نقطة آخر. المدرب رينار يعني حيرنا في المباريات وحير أيضا النقاد الرياضيين في طريقة اللعب. مرة أشرف حكيمي لعبة باك يمين مرة باك يسار مرة يودي المرابط اللي هو مهاجم يحطه بمركز الباك مثل هالأمور شنو تعني؟ مدرب كبير بيوسف شو لا بس أنت المداورة الروتيشن أنت قلب هجوم تحطه باك بالضبط مهند هذه الكرة الحديثة يعني, يعني هو بيضيع الخصوم ولا تكتيك ولا شنو؟ لا لا بالضبط هنا نتكلم عن النقطة اللي تكلم عنها حمد. دائما المدربين اللي يمتلكون فروقات كبيرة بين لاعبينهم لما تتكلم عن لاعب متفوق على الباقي المجموعة أنت دائما تحول تمركزه مع الفريق المنافس اللي بتلعب وياه باللعبة اللي تبي تلعب فيها باك يمين لما تواجه فريق ممكن يلعب بجناح أيسر ممتاز تحوله باك يسار دائما هذا رينار اللي فكر فيه انت انت الحين لا لا لما المدرب يسوي كذي يقول عنه ألف لا 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 لا, لا, لا ما ألف انا اسلحتي هو اللاعب يلعب المكان يوسف انا اسلحتي وايد كان باك يمين بالضبط انا اسلحتي اخليها جاهزه في مباريات تحتاج اني العب احط الطرف شمال طرف يمين والباك شمال اودي باك يمين المهاجم ارده لازم اسوي 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 روتيشن عشان اكون جاهز حق الاشياء اللي راح تواجهني بالمباريات يا سلام عليك خصوصا حمد لما تكون انت المنتخب الاضعف وتروح تلعب مع المنتخبات الاوروبيه المنتخبات متفوقه عليك لا انت تتماشى وياها زين نروح الى الاستاد ونشوف المنتخب المغربي مع المنتخبات اللي معاه في المجموعه المنتخب الايراني والبرتغالي والاسباني راح يلعبون على اي استاد стадионе Санкт-Петербурга. ملعب كريستوفسكي ويعرف أيضا باسم زينت أرينا يقع في الجزء الغربي من جزيرة كريستوفسكي بمدينة سان بيترسبرغ في روسيا وهو الملعب الرئيسي لنادي زينت سان بيترسبرغ. بدأت أعمال البناء في الملعب في عام 2007 وبلغت التكلفة الإنشائية النهائية للملعب تقريبا مليار دولار أمريكي وتم افتتاح الملعب اللي يتسع لحضور ما يقارب 68 ألف متفرج رسميا في 2017 وكان أيضا أحد الملاعب الرئيسية اللي استضافت منافسات كأس القارات في عام 2017 راح يستضيف الملعب سبع مباريات في كأس العالم بينها مباراة في دور الثمانية بلنتي يا سلام صاروخ حمد العنزي يقول المدرب الكبير يعني هو يعني يعرف يختار لاعبيه ويلعبهم في أي مكان ليش من هناك بالعربي تلعب باك بالعربي أنا العب باك لا ما في شدة لا هناك غير يعني غير فكر غير انا احب 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 المدرب اللي ينوع اللي يعني يسوي اشياء حق الفريق تساعد الفريق لقدام يعني احب النوعيه هذه من المدرب ما احب المدرب التقليدي الكلاسيكي يعني انا احبك ولا احب المذيع الكلاسيكي اللي احب مذيع البسجاشه مع جنسي ما احب شكرا حمد شكرا علي شكرا فهد شكرا لطفي حنون معد برنامجنا شكرا روان مخرجتنا ونشوفكم على خير إن شاء الله باكر